أنا دكتور محمد علي غريب جلال، رئيس قسم أسرة القلب مستشفى التأمين الصحي مدينة نصر، وإنستراكتور في الأمريكان هارت أسوشيشن. النهاردة هنتكلم على جزء يعني توعية للمرضى اللي هم قد يكونوا عرضة للإصابة بشرايين القلب أو ضيق الشرايين التاجية اللي هي بنسميها الذبحة الصدرية، سواء كانت الذبحة الصدرية مستقرة أو غير مستقرة. إحنا بنحذر من شوية حاجات اللي هي بنسميها عوامل الخطر، اللي هم التدخين، السكر، الضغط، ارتفاع الكوليسترول أو تاريخ المرض دي في العيلة. وإحنا في جمهورية مصر العربية ابتدينا نهتم بالموضوع ده في آخر 20 سنة، لأن الانتشار المرض ده بقى انتشار غير عادي، خصوصا في مصر ومعظم البلاد النامية. الانتشار بقى انتشار غير عادي، وده يمكن لأن إحنا شوية لسه ما بطلناش التدخين. إحنا العالم المتقدم كله ابتدى يبطل التدخين، لكن إحنا للأسف التدخين ابتدى يزيد عندنا، أو نسبة المدخنين يزيدوا خصوصا في الشباب. طبعا عندنا مشكلة جامدة جدا في جمهورية مصر العربية كمان، إن نسبة السكر عالية جدا، يمكن إحنا نمرة 9 على العالم بحدوث السكر. فإحنا طبعا الكلام كله دلوقتي بتاع جمعية السكر الأمريكية إن إحنا مش نعالج السكر وبس، إن إحنا نمنع السكر. فمنع السكر ده لازم نغير نمط حياتنا، بدل ما احنا خلاص كل يوم دلوقتي عندنا عربيات او بنركب المواصلات، او حتى في المناطق اللي هي الفقيره الناس ابتدت تتعود عادات سيئه جدا، ان هم حتى في المسافات الصغيره اللي كانوا بيمشوها لا بيركبوا حتى وسيله المواصلات اللي هي معروفه بالتوك توك. لا، انا بقى يعني ما بنصحش كده خالص. انا بنصح ان احنا نمشي كل يوم نص ساعه، نقلل شويه الوجبات اللي هي الدسمه، سواء الناس اللي هم شيك شوية بيروحوا محلات اللي هي بتاعت الفاست فود، أو حتى الناس اللي في المناطق الشعبية بيروحوا عند المحلات اللي هي بيسموها عربيات السمين والحاجات دي. ممنوع الأكل المقلي والمحمر. احنا لو عندنا بطاطساية واحدة سلقناها أو شويناها فيها 100 سعر حراري، لو هي نفس البطاطساية حمرناها هيبقى فيها 600 سعر حراري. يعني احنا فرق كبير جدا بين ان احنا ناكل الاكل هو بطريقه ممكن تخلينا ان نحتفظ بسعرات حراريه عاليه جدا، وممكن ده يؤدي الى حدوث السكر. وممكن ناكل بطريقه كويسه ونأجل حدوث السكر، او يمكن نمنع حدوث السكر، وده اللي بتتكلم فيه جمعيه السكر الامريكيه والاوروبيه دلوقتي، ان احنا عايزين نمنع حدوث السكر، وخصوصا في بلد زي بلدنا. زي ما قلنا ان احنا نمره 9 على العالم، ويمكن نمره 1 على العالم العربي في حدوث السكر. فلازم نغير نمط الحياة، لازم نتمشى كل يوم شوية، لازم نقلل الوجبات، لازم نقلل التدخين أو نمنع التدخين خالص. ودي نصيحة، لأن هم اعتبروا مرض السكر أو البول السكري، يعني اللي عنده هذا المرض يعتبر أنه عنده بداية قصور في الشريان التاجي. فاحنا مش عايزين نعالج السكر عشان السكر، لا، احنا عايزين نعالج السكر عشان نحمي القلب. وكل سنة طيبين، وإن شاء الله يعني ما حدش يجيله سكر وما حدش يجيله قلب إن شاء الله.